بيبدأ الفيلم في زمن الأساطير، ووقتها بتهجم الملوك على الأرض وبيعذبوا البشر، لكن أثينا ملكة الحرب والحكمة قررت إن هي تحمي كوكب الأرض، ودخلت أثينا حرب كبيرة مع باقي الملوك وقدرت إن هي تهزمهم، ولكنها اختفت بعد انتهاء الحرب دي، وبعد 18 سنة ظهرت أثينا في هيئة طفلة رضيعة من البشر، فرجعت الملوك من تاني واجتمعوا كلهم علشان يموتوا أثينا، ووقتها ظهر مجموعة من الفرسان من جميع أنحاء العالم، والفرسان دول بيكون عندهم قوة رهيبة واستمدوا القوة دي من النجوم وبيكون اسمهم فرسان الكوزمو، واقسم الفرسان دول على حماية اثينا من باقي الملوك، وقدر واحد من فرسان الكوزمو اسمه الفارس الذهبي ان هو يضحي بحياته ويحمي اثينا، ونزل بيها على كوكب الارض وهو حاضنها بين ايديه. وفي الوقت الحالي بيظهر شاب اسمه سيف، واحد من اندية قتال الشوارع، وبيكون ماسك صورة اخته باتريشا في ايديه وبيفتكر ذكريات طفولته معاها، ووقتها باتريشا كانت بتعلم سيف الفنون القتالية وده علشان تخليه يقدر يدافع عن نفسه، وفجأة سيا مد ايديه ناحية السلسلة اللي لابسها اخته باتريشا، فخرجت من السلسلة طاقة ضربت سيا وقعته على الارض، وفجأة بيجي كاسيوس صاحب النادي وبيقطع ذكريات سيا وبيطلب منه يجهز نفسه للمباراة الجاية، وبعدها بيدخل سيا حلبة القتال وبيكون المقاتل اللي قدامه شرس جدا، وبيهجم المقاتل ده على سيا وبيضربه ضربات قوية، لكن سيا بيتفادى كل ضرباته وفي نفس الوقت مش بيضربه نهائي، وده طبعا ما بيعجبش الجمهور اللي عايز يتفرج على المباراة، فبيقرر كاسيوس ان هو يتدخل بنفسه علشان يزود الإثارة في المباراة، وبينزل كاسيوس لحلبة القتال وبيضرب المقاتل اللي قدام سيا ضربة واحدة بترميه بره حلبة القتال، وبعدها بيهجم كاسيوس على سيا وما بيقدرش سيا يتفادى ضرباته، وده لان كاسيوس بيكون سريع جدا وبيمسك سيا وبيضربه جامد، وبيفقد سيا قوته قدام ضربات كاسيوس وما بيكونش قادر يقف على رجليه، فبيمسكه كاسيوس وبيكون على وشك ان هو يرميه على الارض، وفي اللحظة دي بتخرج قوة خارقة من جسم سيا وبتضرب كاسيوس وبترميه بعيد، فبعدها سيا بيخرج من الحلبة وبيجري ناحية غرفة تغيير الملابس، وفي اللحظة دي بيظهر شخص اسمه ألمان وبيكون مبسوط جدا باللي حصل ده، وفي غرفة تغيير الملابس سيا بيلم حاجته وبيستعد لمغادرة المكان، لكن بيجيله مساعد ألمان اللي اسمه دوكرات، وبيقول له دوكرات ان في شخص عايز يقابله، وبيقول له ان الشخص ده عارف ان هو بيدور على اخته، فبيروح معاه سيا، وفي اللحظة دي كاسيوس بيتصل بشخص مجهول وبيقول له ان هو لقى واحد من فرسان الكوزمو، وبره النادي ألمان بيطلب من سيا ان هو يمشي معاه بسرعة، وده لان سيا اثناء المباراة كشف عن قوته الخارقة واللي تبقى هي قوة فرسان الكوزمو، وبيقول له ان بعد لحظات هيجي مجموعة من المحاربين علشان يقبضوا عليه ويسلموه للزعيمة بتاعتهم واللي اسمها جوراد، وبيقول ألمان لسيا ان جوراد دي تبقى طليقته وان هي بتقبض على اي حد من فرسان الكوزمو، وبيطلب ألمان من سيا ان هو يختار يا اما يجي معاه او يواجه محاربين جوراد، وفعلا بيظهر محاربين جوراد وبيكونوا لابسين دروع قوية جدا، وبمجرد ما سيا بيشوفهم بيجري مع ألمان وبيهربوا من المكان بسرعة، وبيحاول دوكرات ان هو يعطلهم لكنهم بيضربوه وبيفقدوا الوعي، وبيبدأوا يجروا ورا سيا وألمان، لكنهم بيلاقوا ميلوك الحارس الشخصي الألمان بيضرب عليهم نار، وبيظهر ان الطلقات مش بتأثر في المحاربين لكنها بتعطلهم، وبيستغل ميلوك الفرصة وبياخد ألمان وسيا وبيركبوا العربية وبيهرب بيهم ميلوك من المكان بسرعة، لكنهم بيتفاجئوا ان في طيارة في الجو بتضرب عليهم نار، فبيجري ميلوك بالعربية بأقصى سرعته وبيهرب منها لحد ما بيوصل على النفق، وبتضرب الطيارة صاروخ على العربية لكن ميلوك بيقدر يدخل النفق قبل ما الصاروخ يصيبه، وجوه النفق بينزل سيام العربية وبيطلب من ألمان تفسير للي بيحصل، لكن ميلوك بيحقنه بمادة مخدرة وبيفقد الوعي، وساعتها سيا بيحلم وبيكمل ذكرياته في اليوم اللي فقد فيه اخته، وبيكون حصل وقتها هجوم على البيت، وباتريشا صحت سيا من النوم وخبته جوه الدولاب وطلبت منه ما يخرجش من مكانه مهما حصل، وبعدها جوراد اقتحمت البيت هي وقواتها واخدت السلسلة من باتريشا وشكرتها ان هي استخدمت قوة سلسلة فرسان الكوزمو وبالتالي هي عرفت مكانها، وبعدها جوراد اخدت باتريشا معاها ومشت من المكان، وفي اللحظة دي بيفوق سيا وبيلاقي نفسه في الطيارة مع ألمان وميلوك، فبيتوتر سيا لانه مش قادر يستوعب اللي بيحصل، فبيقول له ألمان ان هو بيحميه من جوراد لان هي بتخطف كل الشباب اللي زيه وبتستنزف قوتهم، وبعدها ميلوك بيهبط بالطيارة في قصر ألمان، وهناك ألمان بيحكي لسيا عن قصة الملكة
أثينا والقوى الخارقة اللي هي بتتمتع بيها واللي هي قوة الحرب والحكمة. وبيقولوا ان أثينا اتمثلت في هيئة بشر من سنين طويلة، وان سيا يبقى واحد من فرسان الكوزمو المميزين، وان هو الفارس اللي هيحمي أثينا، وان لقبه هو فارس البيجاسوس، وان باتريشا اخت سيا كانت عارفة كده واستسلمت لجوراد وضحت بنفسها علشان تحمي اخوها. وبتيجي بنت اسمها سينا وبتبقى هي الملكة أثينا، ولكن بعد ما كبرت. وبيقول المال لسيا ان جوراب بتدور على سينا وعايزة تعرف مكانها بأي طريقة، فبتدي سينا صندوق لسيا بيكون فيه سلسلة فرسان الكوزمو واللي كانت مع اخته باتريشا. وبيقول المال لسيا ان السلسلة دي هي سر قوته وهي اللي هتخليه يحصل على درع البيجاسوس، وان سيا لازم يتدرب على ايد مارين الملقب بالفارس الفضي، وده علشان يتعلم ازاي يتحكم في قوته الخارقة ويقدر يحمي سينا. ده غير ان القوة دي هتساعده علشان يلاقي اخته باتريشا، لكن سيا هنا عقله بيقف وما بيعرفش يفكر لانه مش بيقدر يستوعب كلام المان، فبيقترح عليه المان ان هو يرتاح شويه ويبقوا يكملوا كلامهم تاني يوم. وفي الوقت ده جوراد بتكون في نادي القتال هي ونيرو حارسها الشخصي، وبيتضح ان جوراد هي اللي بتمتلك نادي القتال وان كاسيوس ده بيشتغل عندها. فبتتخانق جوراد مع كاسيوس لانه فشل يقبض على سيا، وبتفكروا ان هي انشات النادي ده اصلا علشان يكون وسيله في ان هي توصل لفرسان الكوزمو. وبعد اللي حصل ده النادي اصبح من غير قيمه، لكن كاسيوس بيصمم ان النادي ما يتقفلش وان هو هيدور على سيا بنفسه وهيقبض عليه. وبيقدر كاسيوس ان هو يثبت لجوراد ان هو مقاتل قوي جدا، وده لما بيدخل في معركة قوية مع المحاربين بتوعها. فبتعجب جوراد بقوته واصراره، وبتقرر ان هي تاخده على المقر بتاعها وتعمل عليه تجارب، وده علشان تمنحه قوة زي باقي جنودها ويقدر ان هو يتغلب على سيا. وتاني يوم في القصر سيا بيكون بيفطر مع سينا، وفجأة سينا بتفقد السيطرة على قوتها وبتخرج من جسمها طاقة رهيبة، وساعتها بتنزل دروع من الحديد على جدران القصر، وده علشان يتم عزل قوة سينا. وجوراد ما تعرفش مكانها، وبيجي ألمان وبيطمن سينا ان هو موجود جنبها، فبتهدى سينا وبترجع لحالتها الطبيعية تاني. وبعدها سيا بيقعد مع سينا على البحر، وبتحكي سينا لسيا ان هي لما اتولدت باقي الملوك حاولوا يقتلوها، ووقتها ظهر الفارس الذهبي وضحى بحياته علشان ينقذها، وان ألمان ومراته جوراد لقوها بين ايدين الفارس. ووقتها جوراد اهتمت بدروع الفارس واستخدمتها لتطوير تكنولوجيا متقدمة جدا في القتال، وألمان هو اللي اهتم بسينا ورباها كأن هي بنته. وفي نفس الوقت ده بتكون جوراد في المختبر بتاعها، وبتسحب قوة واحد من فرسان الكوزمو اللي هي قبضت عليه، وبيظهر ان جوراد بتستخدم القوة دي وبتعالج ايديها من اصابة معينة. وبيجي نيرو وبتطلب منه جوراد ان هو يعرف مكان سينا فين قبل ما القوة اللي جواها تكتمل وتدمر العالم كله. فبيطمنها نيرو وبيقول لها ان هو قبض على دكرات مساعد ألمان وهيعرف منه مكان سينا قريب. وتاني يوم ميلوك بياخد سيا بالطيارة وبيروح بيه لجزيرة الفارس الفضي، وده علشان سيا يتدرب على ايده ويعرف يستخدم قوته الخارقة. وهناك ميلوك بيشاور لسيا على الجبل اللي قدامهم وبيقوله ان هو لازم يتسلق الجبل ده علشان يوصل لمارين. وبيتسلق سيا الجبل فعلا وبيوصل لمكان مارين، وبيكتشف سيا ان مارين تبقى بنت مش راجل، وان هم لقبوها برضو بالفارس الفضي. وبمجرد ما مارين بتشوفه بتديله حجر صغير وبتطلب منه ان هو يكسره بقبضة ايده، فبيحاول سيا ان هو يكسر الحجر ده لكنه بيفشل. فبتقول له مارين ان جواه قوة النجوم اللي موجودة في الكون وان هو لازم يصفي ذهنه علشان يقدر يستخدم قوته، فبينفذ سيا كلامها وبيستحضر قوته لكنه بيشوف اخته باتريشا في خياله، وده بيخليه ما بيعرفش يستخدم قوته ويكسر الحجر. فبتقول له مارين ان ذكرياته بتمثل حاجز ما بينه وما بين قوته، وبتبدا مارين تدريبها لسيا وبتدخل معاه في قتال قوي. وبتهجم مارين على سيا وبتستخدم قوتها وبترفعه في الجو وبترميه على الارض، وبتضرب عمود كبير من الصخر بيكون ورا سيا وبتفتته لصخور صغيره. وبتقول مارين لسيا ان هو لازم يتخلص من ذكرياته علشان يقدر يوصل لقوته الداخليه ويتحكم فيها. وفي الوقت ده في القصر بتكون سيا نايمه في سريرها وبتحلم ان هي تحولت لاثينا وفقدت السيطره على قوتها ودمرت العالم كله من حواليها. وبتصحى من نومها وبتكون خايفه جدا، وبيجري عليها المان وبيفضل جنبها لحد ما بتهدى. وفي اليوم اللي بعده سيا بيتعلم من مارين ازاي يتحكم في قوته، وبتقول مارين لسيا ان هو لازم يتخطى الالم اللي جواه علشان الدرع بتاعه يتقبله ويبقى جزء منه ويمنحه القوى الخارقه. فبيركز سيا وبيسيطر على مشاعره وبيتخلص من ذكرياته، وبيقدر ان هو يدمر الصخره بضربه واحده من ايديه. وفي الوقت ده نيرو بيروح لدكرات في زنزانته وبيحط ايده على جبهته وبيخترق عقله وبيخليه يتخيل قدامه وحش مخيف جدا. فبيترعب دكرات وبيطلب منه يخفي الوحش ده، لكن نيرو بيرفض وبيطلب منه يقوله على مكان قصر ألمان.
وإلا هيخليه يفضل يصارع مخاوفه الداخلية من الوحش ده لحد ما يموت. وعلى الجزيرة مارين بتحط قدامه صخرة كبيرة وبتطلب منه يدمرها باستخدام قوته الداخلية، فبيركز سيا وبيستجمع قوته وبيدمر الصخرة، وبعدها السلسلة بتاعته بتتوهج وبتطير في الجو وبتتحول لصندوق بيخرج منه حصان أسطوري مجنح، وبيتفكك وبيتحول لدرع بيغطي جسم سيا، لكن سيا بيحس بألم في دماغه لأن ذكرياته بترجع له تاني. والمرة دي بيشوف ألمان وهو مع جوراد لما خطفت أخته باتريشا، فبيفهم سيا أن ألمان كان بيخدعه طول الوقت وان هو عارف مكان اخته ورفض يقوله عليه، وبسبب تركيز سيا مع ذكرياته بيفقد قوته وبيتحول الدرع السلسلة في رقبته من تاني، وبيرجع سيا لهيئته الطبيعية وبيطلب من مارين ان هي ترجعه للقصر اللي فيه المان او تقتله، وبيفضل مصر على طلبه ده، فمارين بتحقق له رغبته وبترجعه للقصر تاني. وهناك سيا بيكون في قمة غضبه وبينده على المان علشان يعرف منه مكان اخته باتريشا، فبتظهر سينا وبتطلب من سيا ان هو يهدى، وبتاخده وبيمشوا من القصر بيروحوا يقعدوا قدام البحر. وبتقول سينا لسيا ان ألمان شارك في خطف باتريشا بسببها هي، وبتحكي له انه هي لسه طفله فقدت السيطره على قوتها، ووقتها جورات كانت جنبها وايديها اتقطعت بسبب القوه الرهيبه اللي خرجت من جسم سينا، وكانت جورات على وشك الموت، لكن ألمان قدر ان هو يعالجها بقوه درع الفارس الذهبي. ومن بعدها وجورات بتحتاج قوه النجوم اللي جوه فرسان الكوزمو علشان تفضل عايشه وما تموتش، وان جورات لما اكتشفت مكان السلسله اللي كانت مع باتريشا اخت سيا افتكرت وقتها ان باتريشا هتبقى واحدة من الفرسان، لكنها لما اكتشفت ان باتريشا ما عندهاش القوة دي افرجت عنها، ولكن خلت رجالتها يراقبوها، وده علشان جوراد تعرف مين هو صاحب السلسلة اللي كانت معاها. فقررت باتريشا ان هي تبعد وتختفي في مكان بعيد عن اخوها سيا علشان جوراد ما تعرفش مكانه. وفي يوم جوراد قررت ان هي تقتل سينا، لكن ألمان اخد سينا وهرب بيها في اخر لحظة. وبمجرد ما سينا بتخلص كلامها بتطلب من سيا ان هو يوعدها وعد، وبتطلب منه ان لو هي تحولت لأثينا ملكة الحرب وفقدت السيطرة على قوتها هو يوقفها ويمنعها بأي تمن. فبيوافق سيا وبيوعدها ان هو هيعمل كده، وفجأة بيشوفوا طيارة جوراد وهي بتتجه ناحية قصر ألمان، فبيجروا بسرعة القصر علشان ينقذوا ألمان ومايلوك، لكن جوراد بتوصل قبل منهم للقصر بقوتها وبيهجم كاسيوس ورجالته على رجالة ألمان وبيخلص عليهم. وبعدها بيروح كاسيوس لألمان وبيكون عاوز يقتله، لكن جوراد بتطلب منه ان هو يخرج ويسيبها مع ألمان لوحدهم. وفي اللحظة دي مايلوك بيكون في طريقه للطيارة علشان يدور على سينا ويهرب بيها، لكنه بيلاقي مجموعة من الجنود قدامه فبيشتبك معاهم، وبيظهر ان مايلوك بيمتلك رصاصات قوية بتخترق دروع الجنود. وجوه القصر جوراب بتتخانق مع ألمان لانه اخد سينا وهرب بيها زمان، فبيقول لها ألمان ان سينا ما كانتش تقصد ان هي تأذيها. واثناء ما هما بيتكلموا جوراب بتشوف سينا وهي بتوصل للقصر ومعاها سيا، فبيمسك ألمان جهاز تفجير وبيهدد جوراد ان هو هيفجر القصر كله علشان يمنعها تقرب من سينا، لكن جوراب بتنده على كاسيوس وبيهجم على ألمان وبياخد منه جهاز التفجير وبيدمره وبيضرب ألمان وبيوقعه على الأرض. وبعدها جوراب بتطلب منه يخطف سينا ويقتل سيا، فبيروح كاسيوس وبيشتبك مع سيا في معركة قوية جدا، وبيستخدم سيا قوة السلسلة لكنها ما بتكونش كافية ان هو يغلب كاسيوس، وبتكون النتيجة ان كاسيوس بيضرب سيا وبيوقعه على الأرض وبيفضل يسدد له لكمات قوية. وفي اللحظة دي بيقدر مايلوك ان هو يتخلص من جنود جوراد، وبيجري على الطيارة وبيركبها وبيهرب بيها من المكان. وجوه القصر ألمان بيستجمع قوته وبيمسك القنبلة وبيفعلها وبيرميها ناحية جوراد علشان يخلص عليها، لكن جوراد بتجري بسرعة وبتركب الطيارة وبتطير بيها في الجو، وبتنفجر القنبلة وبيحصل انفجار شديد، وبيطير كل اللي موجودين حوالين القصر في الجو وبيقع على الأرض. وبيشوف سيا كاسيوس وهو بياخد سينا مع اتنين من رجالته وبيمشوا من المكان، فبيحاول ان هو ينقذها لكنه بيكون فقد قوته بالكامل وبيغمى عليه. وتاني يوم في قصر جوراد بتكون سينا مقيدة في المختبر، وبتدي جوراد اوامرها لنيرو ان هو يبدأ في سحب الطاقة من جسم سينا، وبتتألم سينا جامد جدا لما بيسحب الطاقة من جسمها. وفي نفس الوقت ده بيفوق سيا وبيلاقي مايلوك قدامه، وبيكون محبط جدا لانه مقدرش ينقذ سينا، وبيغمض سينا عينيه وبيتخيل ان مارين قدامه، وبتقوله ان هو لازم يركز هو عايز ينقذ مين. فبيفهم سينا ان هو لازم ينقذ نفسه اساسا ويبطل يحس بالذنب على خطف اخته باتريشا. فبيقابل سيا نفسه وهو طفل وبيقول لنفسه ان اللي حصل ده ملهوش ذنب فيه، وبيوعد سيا نفسه ان هو هيفضل يدور على اخته لحد ما يلاقيها. وبعدها بيفوق سيا من احلامه وبيتحرك هو ومايلوك في طريقهم لقصر جوراد علشان ينقذوا سينا. وبمجرد ما بيقربوا من القصر الرادار بيكشفهم وبتضرب المدافع نار عليهم، فبيطلب مايلوك من سيا ان هو ينط من الطياره بسرعه، فبيقف سيا على باب
باب الطيارة وبينجح ان هو يتواصل مع السلسلة اللي في رقبته، وبيبدأ جسمه يتوهج وبينط من الطيارة بدون تردد. وبمجرد ما بيخبط سيا في الارض بيحصل انفجار كبير، وبيظهر سيا في هيئة فارس البيجاسوس، وبيهجم سيا على قوات جوراد وبيخلص عليهم في لحظات. وبيجي كاسيوس وبيطير في الجو وبيهجم على سيا، لكن سيا بيستقبله بضربة قوية بتدمر الدرع بتاعه وبتموته. وفي المختبر جوراد بتصعب عليها سينا من شدة الالم اللي هي بتتعرض له، فبتأمر نيرو ان هو يوقف كل الاجهزة لكنه بيرفض، وبيقول لها ان خلاص هم قربوا يسحبوا كل الطاقة من جسم سينا وهيقضوا عليها للابد. وبيمسك نيرو السلسلة بتاعته وبيظهر في شكله الحقيقي، وبنعرف ان هو فارس العنقاء، فبيهجم نيرو على الجنود اللي في المختبر وبيخلص عليهم. وبعدها بيهجم على جوراد وبيسيطر عليها وبيستحوذ على القوة اللي جواها واللي بسببها هي لسه عايشة لحد دلوقتي، وبيكون على وشك ان هو يقتلها، لكن فجأة بيقتحم سيا المكان وبيجري ناحية سينا علشان ينقذها، لكن نيرو بيقف قدامه فبيتقاتلوا هما الاتنين، وبيخرجوا من السقف وبيكملوا المعركة فوق المبنى، وبتكون المعركة بينهم قوية جدا وبيدمروا اي حاجة حواليهم. وفجأة نيرو بيستجمع كل قوة فارس العنقاء وبيهجم على سيا، فبيستجمع سيا قوة فارس البيجاسوس وبيعمل درع بقوة النجوم وبيتصدى بيه لهجوم نيرو، وبتتصادم القوتين ببعض وبيحصل انفجار كبير وبيدمر المبنى اللي هم واقفين عليه وبيقعوا هما الاتنين في المختبر. وفي اللحظة دي جوراد بتفصل الأجهزة عن سينا، لكن سينا بتكون خلاص دخلت في مرحلة التحول لأثينا ملكة الحرب، وبتطير في الجو وبتستحضر قوتها الرهيبة. وهنا بيفوق نيرو وبيهجم على سينا علشان يقتلها، لكنه بمجرد ما بيقرب من قوتها بتدمر الدرع بتاعه وبتطيره من قدامها، والمكان كله بينفجر وبيكون انفجار قوته التدميرية شديدة جدا. فبيستجمع سيا قوته وبيقرب من سينا وبينده عليها وبيفكرها بكلامها معاه قبل كده، وده لما طلبت منه ان هو يمنعها لو خرجت عن السيطرة، وبيقول لها سيا ان هي مش ملكة الحرب وان هي اختارت قبل كده ان هي تحمل بشرية. وبيكون درع سيا اتبخر وجسمه بيتحرق وبيكون على وشك الموت خلاص، لكنه بيستجمع قوته وبيقول لسينا ان هو بيحبها وان هو هيفضل معها مهما حصل. فبتتأثر سينا بكلام سيا وبتهدأ وبتسيطر على قوتها وبتمنع الدمار اللي كان هيقضي على كوكب الارض. وبعد شوية وقت بتفوق سينا وبترجع لحالتها الطبيعية وبتلاقي نفسها بين ايدين سيا، فبتشكر سيا علشان نفذ وعده ليها. وبعدها بتروح لجوراد اللي بتكون على وشك الموت وبتعتذر جوراد لسينا على كل اللي عملته فيها، فبتسامحها سينا وبتحط ايديها على جسم جوراد وبتعالجها وبترجع ايديها لحالتها الطبيعية. وبعدها سينا وسيا بيروحوا المايلوك وبيركبوا الطيارة معاه، وبيظهر نيرو وهو واقف في مكان بعيد وبيراقبهم وهو نظراته كلها مليانة غضب. وتاني يوم سينا وسيا بيكونوا على جزيرة الفارس الفضي، وبتقول سينا لسيا ان استخدامها لقوتها هيخلي الملوك القديمة يحاربوها من تاني، وبتقول له ان هما لازم يدوروا على مجموعة من فرسان الكوزمو علشان يكونوا معاهم في حربهم ضد الملوك. فبيقول لها سيا ان هو هيكون دايما في خدمتها، فبتشكره سينا وبتقول له ان جه الوقت ان هما يدوروا على اخته باتريشا. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل اشتراك لقناة فيلم تشينو على اليوتيوب، وكمان تعمل فولو على الاكاونت الجديد على الفيسبوك، وهسيب لك الرابط في اول تعليق. ويلا سلام.